تمام. طب دكتور اسمح لنا نتكلم بقى في البداية عن أسباب المباشرة أو ممكن تكون أسباب غير مباشرة لمرض السكر. ان شاء الله لما نتكلم على اسباب السكر، احنا عندنا السكر ليه اسباب كتير. اول حاجه الافراط في الاكل، ان انا لما اكل بكميه كبيره او الكلام ده كله، ده يزود نسبه السكر. الحاجه التانية اهم من عوامل السكر، اللي هو العامل الوراثي او الجيني. فالجينات والكلام ده كله بتبقى من الاسباب اللي تؤدي الى ارتفاع السكر، بمعنى ان انا عندي عامل وراثي او جيني في تركيبه الوراثي، تركيب الدي ان اي والكلام ده كله، يؤدي الى ارتفاع نسبه السكر او يؤدي الى حدوث الخلل ده فيما بعد. يبقى تمام انا عندي عامل احنا بنسميها عوامل وراثيه تمام اه او عوامل اللي تؤدي الى ارتفاع نسبه السكر. نعم منها اول حاجه العامل الوراثي، الحاجه الثانيه اللي هي كميه الاكل الشديده، الحاجه الثالثه اللي هي الانفعالات الاكثر من اللازم، الحاجه اللي غير كده ان انا لو انا الطاقه او انا بتحركش كتير والكلام ده كله ممكن تؤدي للكلام ده. الحاجه المهمه في عند بعض الامراض اللي تؤدي الى ارتفاع مرض السكر، زي الغده الدرقيه مثلا، ارتفاع الغده الدرقيه او نشاط الغده الدرقيه ممكن يؤدي الى حدوث مرض السكر. عندي بعض الامراض اللي هي تؤثر على البنكرياس، زي الحمى، بعض انواع اللي هو الجيرمن ميزلز اللي هي بنسميها الحمى الالمانيه والكلام ده، او الحصبه الالمانيه ممكن تاثر على البنكرياس. عند بعض الادويه اللي ممكن تؤدي الى ارتفاع نسبه السكر في الدم، زي مدرات البول، الكورتيزونات، الكلام ده، كل دي عوامل ممكن تبقى نسميها اسباب لارتفاع نسبه السكر في الدم. فكل الحاجات دي بتعمل خلل ما في البنكرياس، ان هو ما ينتجش الكميه الكافيه او بيطلع كميه جلوكوز اكتر من اللازم في الدم. دي كلها بعض العوامل والاسباب اللي ممكن تؤدي الى ارتفاع نسبه السكر في الدم. دكتور عبد الفتاح، بنقول يعني اللي احنا عرفنا الاسباب، لو اتكلمنا عن الاعراض يعني بتكون في شكل ايه وازاي المريض يقدر يحسها ويقدر كمان يعرف ان يكون وصل لمرحله مرض السكر او عنده سكر. تمام. احنا لما بنحب نتكلم على اعراض السكر، السكر ده بنقسمه ل يعني اولا لما نحب نتكلم على اعراض نتكلم على انواع السكر. فعندنا السكر، عندنا حاجه اسمها السكر الاولي والسكر الثانوي، او سلام. السكر المعتمد على الانسولين والغير معتمد على الانسولين. تمام تمام. السكر ده ممكن اعرفه باعراض حاده، يا اما اعراض مزمنه، يا اما اعرفه بمضاعفاته. تمام. الحاده ده ان انا عيان يجي لي فجاه في غيبوبه. تمام. يبقى غيبوبه سواء انخفاض او عالي، والكلام ده ممكن نفرق بينهم بعد يعني شويه، ممكن يجي نتيجة الغيبوبة تيجي نتيجة انخفاض أو ارتفاع. او ارتفاع، وهنفرق بينهم لان مهم جدا التفرقه طبعا. بينهم. تمام. فانخفاض السكر وارتفاع السكر ممكن يؤدي لغيبوبه في عيان هيجي لي في غيبوبه، اعمل له تحليل الاقي عنده سكر مرتفع، يبقى ده العرض الحاد او السريع. العرض بقى اللي هو المزمن والكلام ده كله، اول حاجه الاعراض العاديه بتاعتنا والكلام ده كله، اللي هي العيان ده بيشرب ميه كتير، بيعطش كتير، بيخس ويدخل الحمام كتير او دوره الميه كتير، يبقى عنده حاجه اسمها بوليوريا، يدخل حمام كتير، عاوز يعمل بول، بيخس بشكل مستمر وبيعطش كتير. دول اهم 3 اعراض. تمام. بيجي بعد كده بان انا ممكن يبقى عندي شويه هزال، شويه عدم تركيز، شويه صداع، شويه زغلله، الحاجات ممكن يجي بقى باعراض. ده الاعراض العامه. ممكن يجي بمضاعفات، ان انا عيان يبقى عنده مريض سكر ومش مكتشف، ما يعرفش ان عنده سكر. من بين برضه اعراض السكر ان هو يجي بدون عرض، بمعنى ان العيان يبقى مريض سكر بس مش حاسس، ونكتشفها بالصدفه او بالمضاعفات. يعني ايه مضاعفات؟ عيان راح يكشف على اسنانه، فبيشتكي لدكتور الاسنان ان اسناني بتقع فيها خلخله، عايمه او عايمه عايمه كده فيها خلخله. خلخله. تمام. فالدكتور الاسنان هيقول له عندك سكر، اقول له لا، هيقول له طب حلل، هيحلل لا سكر. لا سكر عيان دايما يجي بدمامل او خراريج كتير، فبنقول له حلل سكر، فبيكتشف ان عنده سكر. عيانه عندها التهابات في المسالك البوليه في مجرى البول كتير، دي برضو بتبقى مناعتها ضعفت، فبتدي فتره لنمو البكتيريا، فبتعمل هنا البكتيريا والفطريات بتنمو، فبتعمل التهابات دايما مستمره في مجرى البول بالنسبه للستات اكتر. تمام. عيان راح يكشف رمد، عنده نظره بيضعف، عنده مشكله الكلام ده بتاع الرمد، بص على الشبكيه، لا عندنا حاجه اسمها شبكيه سكريه،
بتبقى معروفه، فهيقول له انت عندك سكر، حلل له سكر. يبقى هنا جه بالمضاعفات وليس بالعرض اللي هو العرض الاساسي. من خلال المضاعفات نقدر نقول ان ده عنده سكر. يبقى عندنا الاعراض 3 اعراض، يا اما حاده يا اما مزمنه، او من البدايه نقول يا اما يجي بدون عرض يا اما يجي بحاده او مزمنه او عن طريق المضاعفات. تمام. طب دكتور، بنقول يعني اغلب الناس ممكن زي حضرتك ما قلنا كده ممكن ما يكونش عارف ان عنده، ولو اتكلمنا في حاله العامل النفسي، العامل النفسي هنا بيكون له تاثير او بيكون طبعا له ايضا يعني حاجه مباشره، ان ممكن الانسان اللي هو كثير الانفعال اللي هو دايما نيرفز، فده بيأثر برضه وممكن يؤدي لمرض السكر. طبعا طبعا. الحته النفسيه من الاسباب المهمه جدا للسكر والضغط والقلب. العمليه النفسيه انت عارف، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله عليه لما حد قال له اوصني قال له لا تغضب، قال له اوصني قال له لا تغضب، اوصني لا تغضب. هو هنا الغضب، الغضب اللي هو الانفعال والكلام ده كله، تمام؟ فالانفعال والكلام ده بيطلع هرمونات كتير في الجسم، منها اهمهم هرمون الغده الدرقيه طبعا اللي هي بتاع الثيروكسين. الهرمون ده هو هرمون الطوارئ، بمعنى ان انا لما اكون منفعل او غضبان او عندي حاجه والكلام ده ايرجنت، فبيطلع هرمون الالتروكسين ده او الثيروكسين، ده بينشط كل الجسم بما فيهم يطلق السكر بكميه كبيره، علشان انا هقاوم حاجه، انا في مشكله قدام الوقت ومحتاج طاقه. فعشان كده هو دايما عمال، يعني مثلا انا عمال اغضب فهيطلع جلوكوز، اغضب هيطلع جلوكوز، هيطلع جلوكوز مره في مره في مره، الكميه اكتر من طاقه البنكرياس والكلام ده، بيحصل فشل في البنكرياس، خلاص بيبقى مريض سكر. تمام. تمام. فدي ابسط حاجه من حته النرفزه والكلام ده كله. فالعيان ده دايما او الكثير الغضب ده او كثير الانفعال معرض ل3 حاجات اساسيين: ارتفاع السكر يبقى مريض سكر، ارتفاع الضغط، الكسور او الذبحه او الجلطه او المخ او الكلام ده كله، يعني حاجات كتير من حته الغضب ده لوحده. تمام. فنخلينا بالنصيحه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. تمام. طب دكتور، بنقول تأثير مرض السكر على الأعضاء الأخرى أو على يعني تحديدا يعني نقول الجسم الأعصاب الطرفية أو الجسم، بيبقى دايما نقول حتى في السن الكبير ده مريض سكر وبيشتكي دايما أعصابه الطرفية وعنده التهاب في آلام العصب والتهابات في الطرفي. الأعصاب، ده فعلا تأثيره مباشر فعلا؟ بص، احنا عندنا السكر ده، هديلك مثال يعني ايه السكر او ازاي بيأثر الكلام ده. لو قدر ان انا جبت مثلا حلة او حاجة فيها مية بسكر، تمام، دورق كبير فيه مية بسكر، وحطيت فيه قطعة قماش او حاجة 4 ايام، اسبوع اسبوعين، بعد شوية بعد الاسبوعين اجي همسك القماش الاقيها هشة كده، هشة تقطع بتتاكل. تخيل بقى انت عندك سكر، نفس القصة، سكر في الدم بارتفاع اكن سكر في دورة والكلام ده كله 10 20 سنة، هتقطع الاعصاب وتدمر الكلام ده كله. حسب هي هتأثر على ايه. فلو خدهم حاجة حاجة، تمام، هنبدأ باللي انت قلته اللي هو الاعصاب الطرفية والكلام ده. تمام. انا مريض السكر ده بيحصل لي حاجة اسمها التهاب في الأعصاب الطرفية بتاعت الجسم. يبدأ إحساسه يقل في الأطراف اللي هي رجليه وإيديه، وبعد شوية الأول يبدأ بتنميل، وبعدين يبدأ الإحساس يقل، وبعد شوية يبدأ إن هو مش حاسس بيهم، فيبدأ يفقد الإحساس في إيديه ورجليه. فده بيتعرض لمشاكل. من بين المشاكل مثلا هو بيغسل إيديه بمية سخنة، مش حاسس المية بسخنة، يحرق إيديه. تمام. ماشي، داس على ازازه، داس على مسمار، داس على حاجه، ما بقاش حاسس، لان ده الجزمه او الشبشب بيتقلع من رجليه من غير ما هو حاسس. فيبقى ماشي يلاقي نفسه ماشي حافي، ومش واخد باله، مش حاسس، ما هو مش حاسس بالطرف بتاع رجليه، فيدوس على ازازه، يدوس على حاجه، رجليه بتتقطع وينزف وهو مش حاسس ماشي. تمام. فده اللي اسمه التهاب الاطراف، الاعصاب الطرفيه. دي اول حاجه بالنسبه للالتهابات اللي هي ده. ويجي على كده بقى قص على كده، بيجي مثلا نوع من الالتهابات تعمل نوع من الخراج، الخراج ده يزيد يعمل مضاعفات، يتعمل لغرغرين او جنجرين، فيدينا حاجه اسمها قدم سكري، تبدا رجلي فيها مشاكل ولا قدر الله مع الوقت والكلام ده كله لو ما اتعالجش كويس، او الكلام ده كله ممكن نؤدي الى بتر في القدم او حاجه من دي. ليه مريض السكر دكتور اسمح لي بيقول يعني يا ريت ما يتعرضش لاصابات، ان الجرح عنده يقول لك ما بيلمش بسرعه او ما بي يعني ما بيستجيبش للعلاج بسرعه؟ ما هو ده من بين الحاجات، ان مرضى السكر دول
الدورة الدموية بتاعتهم ما بتبقاش قايمة بكفاءة، ما بتوصلش الدم، لأن بيحصل برضو التهابات في الأوردة والشرايين والكلام ده كله، فبيحصل نوع من الضيق فيها، فما بتوصلش الدم كويس للأطراف أو للأنسجة بشكل عام، فده مناعته ضعيفة وجرحه يلتئم ببطء. فمجرد ان هو يتعرض لجرح او اي حاجة من دي هيبقى الالتهاب بسيط، ضف على كده السكر نفسه او الجلوكوز ده وسط مناسب لنمو البكتيريا، بمعنى لو انا عندي جرح والتهب ميه بسكر، اكنك بتحط غذاء اكل مزرعه بتاكل البكتيريا والكلام، فهتنمو بسرعه والكلام ده كله، لان الوسط مناسب وانت مناعتك ضعيفه، والدم اللي هيجيب لك المقاومه والمناعه والكلام ده كله ما بيقومش بشكل كافي او ما بيوصلش بشكل كافي. تمام. فكل ده يؤدي الى ان الالتهاب يبقى شديد، الجرح يبقى بطيء في الهيلينج بتاعه، في الالتئام بتاعه والكلام ده، يحصل بقى المضاعفات بقى سواء غرغرينا او الكلام ده كله. عشان كده من المهم جدا ان اي حد مريض سكر يبقى عنده جرح ولو بسيط ياخده بشكل جدي اكتر من اللازم، لازم ياخد له مضادات كويسه، لازم ينظف الجرح كويس، لازم يشوف الكير او العنايه بتاعت الجرح ده بشكل مهم، ان ما كانش قادر يعملها هو لازم يروح له دكتور على طول عشان يعمل له الكلام ده، عشان لا قدر الله لما تتطور تبقى العمليه شديده ومشاكلها كبيره. تمام. طب دكتور عبد الفتاح، يعني في نهايه اللقاء كده لو حبينا نقول نصيحه لكل المشاهدين، سواء بقى ايضا يعني قبل السكر او مريض السكر. اول حاجه الناس لازم نقسمهم، الناس اللي عندها العوامل سواء وراثيه، يعني الاب الام الجد او الكلام ده كله عنده سكر والكلام ده، يبقى انا عندي عامل وراثي. تمام. يبقى لازم ابقى حريص طبعا ان في اكلي وشربي وانفعالاتي والكلام ده، بالاضافه الى ان انا لازم اعمل تشيك دوري على الاقل على السكر. لازم لو انا ما عنديش سكر من 6 شهور لسنه بحلل سكر، والسكر ده بيتحلل وقتي بسيط بالجهاز اللي في الصيدليه ب 5 جنيه او 10 جنيه اعمل التحليل، شكه بسيطه احلل. فلازم بشكل دوري اعمل التشيك ده لو انا عندي عامل من العوامل دي. تمام. ما عنديش عامل من العوامل دي يبقى سنوي، بحلل سنوي والكلام ده كله. الحاجه الثالثه ما افرطش في الاكل، اخلي اكلي الى حد ما معتدل، ما افرطش في انفعالاتي، لو عندي اي امراض ممكن تؤدي الى لا قدر الله لحدوث السكر او الكلام ده بعالجها، وبتوكل على الله والدنيا بتمشي خير الحمد لله. في الحمد نهايه اللقاء الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الطير، استشاري امراض القلب والبطنه، بشكرك جدا يا فندم على هذه المعلومات، ونرجو ان كل الساده المشاهدين استفادوا النهارده من هذه الحلقه. اشكرك جدا دكتور ونورتني. اهلا بيك، تحت امرك. شكرا اهلا وسهلا. شكرا بيك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، وبكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، على وعد بلقاء جديد في الاسبوع القادم، موضوع اخر جديد واعرف لي. شكرا.